يقول السائل: بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين يستدل على ذلك بأنه قد طلب منهم شيء فحصل له هذا الشيء. يقول بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين. السؤال وش من أول؟ بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين يقول ويستدل بأنه قد حصل له ما طلبه من النفع. سؤال: قلنا لكم حصول المطلوب لا يدل على الجواز، لأنه قد يكون استدراج من الله عز وجل، قد يكون صادف قضاء وقدرا ما هم من أجل نذره. فلا، المهم أنه ما ينذر إلا لله عز وجل، لا ينذر لأحد غير الله جل وعلا. نعم.